عملنا النهارده سندوتشات كبد وقوانص مدخنه عظمه عظمه. هغير لكم فكرتكم عن الكبد والقوانص. مساءكم سعاده وهنا. وصفتي النهارده انا واحده من الناس بعترف ما كنتش باكلها خالص، وبعدين بقى مع غلاء الاسعار ومع اني بيتبقى عندي من كل فرخه كده شويه كبد على شويه قوانص، اضطريت ان انا ادور على طرق وخطوات اعمل بيها الكبد والقوانص واضيع زفرتها تماما. انا واحده ما كنتش باكلها علشان هي زفره اوفر دوز زفاره يعني. النهارده باربع خطوات هخليكي تنسي زفاره الكبده والقناصه بتاعت الفرخه وتعملي احلى صينيه كبد وقوانص مدخنه في سندوتشات تحفه، ما كلتيش زيها ولا هتاكلي في حلاوتها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. قلت لكم ان هما اربع خطوات في وصفتي النهارده هتنسي بيها زفاره الكبد والقوانص. اول حاجه التنظيف. بتجيبي الكبد والقوانص، افصلي الكبد عن القوانص، ودي اول نصيحه بنصحها لك. اول حاجه تشيلي كل الدهون اللي على القوانص لانها بتبقى عامله زفاره. الكبد والقوانص انا بمسكهم الاول ادعكهم كويس قوي 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 بالدقيق. طيب انا ما بحطش ملح رغم ان انا بغسل الفراخ بالملح، ما بحطش ملح ليه؟ لان الكبده بتتهري معايا وتشرب ملح وتطلع مملحه جدا. بغسلهم الاول كويس قوي بالدقيق، بسيبهم نص ساعه او ساعه، بشطفهم كويس قوي، ولو عندك معلقه طحينه مستغنيه عنها، انا عارفه ان الطحينه غاليه، حطي عليها وادعكيها. ما عندكيش طحينه، وكتير ما بعملهاش خالص بطحينه، بجيب ليمونتين واعصرهم وادعك قشر الليمون في الكبد والقوانص واشطف الكبد والقوانص. كده اول خطوه عندي التنظيف. تاني خطوه عندي في انك تنسي الزفاره، الخطوه اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض. اهالينا زمان لما كانوا بيجوا يعملوا طاسه الكبد والقوانص كانوا على طول بيشوحوها. تاني خطوه يا جماعه في انكم تنسوا زفاره الكبد والقوانص هي الخطوه دي. هنعمل لها، انا مش هسلقها على فكره، انا هنزلها في الميه زي ما بتعملوا كده الكوارع، بننزلها في الميه نديها غلوه ونرمي الريم ونرمي كل الحاجات الزفاره اللي فيها. ورقتين لورا ومعلقه كبيره خل، وعلى طرف المعلقه فلفل اسمر. يبقى لورا وخل وفلفل اسمر. بيعملوا ايه بوقت دول يا ايمي؟ بينزلوا بقيه الزفاره اللي باقيه من عمليه التنظيف، خلاص يبقى احنا كده بنقضي عليها خالص. عارفين ان تسويه الكبده غير تسويه القوانص، هنزل الاول في الميه اللي فيها لورا وخل ورشه فلفل اسمر بالقوانص الاول، هقعدها خمس دقائق بس، وهنزل بعد كده بالكبده ثلاث دقائق. انا مش هسلقهم، انا هديهم غلوه وارمي الميه، اشيلهم الاول وبعد كده ارمي بقى ايه الميه بتاعتهم. ننزل الاول بالقوانص. بصوا لي كده يا جماعه، مهما كنتم منظفين الكبد والقوانص، حته غلوه القوانص والكبد دي خمس دقائق، بصوا عملت ايه، بصوا طلعت ريم ازاي. كل دي بتعمل زفاره في قلب صينيه الكبد والقوانص. والله بجد خدوا مني كده النصايح دي ويعني رزقكم على الله. هننزل بقى بالكبد. قعدت القوانص زي ما قلت لكم خمس دقائق، الكبد مش هتاخد وقت خالص، ثلاث دقائق بالظبط، ونرفع كله. نطلع بقى كده خلاص، الكبده قعدت ثلاث دقائق والقوانص قعدت يعتبر 8 دقايق، 5 الاول و3 مع الكبد. هنعمل ايه بقى بعد ما وصلنا لخطوتين من محاربه زفاره الكبد والقوانص؟ انا هاخد الكبده، الكبدايه اللي هلاقيها كده حجمها وسط مش هقطعها، والقناصايه هقطعها اتنين كده بالنص. بصوا بقى كده القناصه بقت حلوه معايا ازاي. احنا كنا الاول بننزل بالقوانص نقعد نشوح فيها عشان تستوي، بقى الكبده خلاص بالخطوه دي خلاص هما الاثنين كده انا ضمنا يعني درجه سواها. الكبدايه الكبيره كده هقطعها اتنين، والقناصيه الكبيره هقطعها اتنين. بصوا القوانص، بصوا بكل سهوله اهي، خلاص كده في التشويح مش هتاخد معايا وقت خالص. الكبده خلوها كبيره شويه يعني كده، ودي اقطعوها على اتنين. طاستك الحلوه بقى على النار، وايه وزبده وزيت، تمام؟ عايزين يعني تبهدلوا الدنيا يبقى زيت وحته بوش. ادي شويه زيت وادي زبده، كفايه بقى الايه دهون، وهنحط حته زبده بس، مش هحط لكم بوش ضاني سوري كندوز ولا اي حاجه عشان محدش يقول لي الدايت يا ايمان. سخنوا بقى الطاسه قوي وانزلوا بالكبد والقوانص بتاعتكم، ادوها كده تحميصه وتشويحه كده، نقفل بقى المسام بتاعها ونضمن انها مش هتزفر خالص. انا عماله ايه اقتل لكم في الزفاره اهو. تشويحيه حلوه بقى كده، وننزل بكام ورقه لورا لزوم الشياكه. نعمل بقى حفره كده في الطاسه، احنا بنشوح الايه ما عملش اي حاجه، كبد وقوانص وورقتين لورا. حفره بقى في الطاسه حلوه كده، وايه ومعلقه صغيره توم، معلقه واحده بس ما تكتروش، وهقول لكم ليه. بصوا كده اهي معلقه صغنططه كده، هنزل بيها في نص الطاسه. حلو الكلام، شوحوه بقى يدبل شويه ونكمل بقيه الوصفه.
قلبوا بقى كده التوم مع الكبد والقوانص، نشم الريحه ونوسع كده وننزل بالبصل. البصل بقى دبل معايا كده بقى لونه شفاف ما اتحمرش كتير، وهنزل بفلفل سبايسي وفلفل رومي وفلفل احمر، اي فلفل انتوا تحبوه، وقطعوه التقطيعه اللي انتوا برضو بتحبوها. انا هنا مقطعه شرايح كده. قلبوا بقى الكلام العظيم ده، وزي ما قلت لكم منهجي ان الخضار ما يتبلش قوي، خلوه يا جماعه تحسوا بيه كده بقرشته الحلوه وانتوا بتاكلوه. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه من قبل ما اكمل بقيه خطواتها. وعندي هنا حد في الاستوديو معايا ما بيحبش الستايلست بتاعتنا الجميله، ما بتحبش الكبد والقوانص، بتقول لي انت هتغيري مفهومي عن الكبد والقوانص. بصوا بقى، بعد ما حطيت كل الفلفل والبصل، كل الحركات اللي احنا حطيناها دي، عندي معلقتين صلصه هنزل بيهم في نص الطاسه، ما تحطوش الصلصه على الكبد والقوانص، الصلصه جاهزه. حمصوها في النص كده، شموا ريحتها وخلي ريحتها تطلع، هتفرق معاكم في الوصفه قوي، واللي ما كانش بيحطها يجرب يحطها. بصوا كده، حمصوا الصلصه الاول لوحدها، خلوا الزيت والزبده يحمصوها، وبعد كده قلبوها مع الكبد والقوانص. بعد ما نزلت بالصلصه وحمصتها، هنزل بمعلقه كبيره خل على الكبد والقوانص. دي بتعمل ايه؟ بتدي مزازه مع الصلصه، تحسوا كده ان الوصفه مزيزه شويه. وبعد كده هضيف التوابل بتاعتي، طبعا طبعا فلفل اسمر، معلقه صغيره حلوه كده، رشه ملح، كمون وكزبره ناشفه، جوزة الطيب بحب استخدمها قوي مع الفراخ ومع الحاجات اللي فيها زفار. وعندي بقى التريكه اللي هتفرق قوي، على طرف المعلقه كده قرفه، هتخليلكوا الكبد والقوانص عالميه. انا لحد دلوقتي برضو بحارب زفاره الكبد والقوانص. سيكه القرفه اللي احنا حطيناها دي بقى خلاص بتنقلك، بمجرد ما تحطيها بتشمي بقى الريحه بقى. قلبوا بقى الكلام الحلو ده كده، وتعالوا نشوف هنكمل نعمل ايه. وقبل ما هدي النار واسيبها 10 دقايق، هحط ربع كوبايه ميه لو هي ما فيهاش صوص وتقلت، وهعصر ليمونه. ليه؟ انا دايما بحب مع الكبده، انتوا عارفين ان الحديد اللي في كبده الفراخ نسبته مش قليله خالص، فانا علشان جسمي يمتص الحديد اللي في كبده الفراخ دي، بحب اجي في الاخر اروح عصره ليمونه. تعودوا كده مع الكبده البقري او كبده الفراخ. حطيت ربع كوبايه الميه وحطيت عصره الليمونه، هغطي مفيش 7 دقايق لحد ما اجهز حاجه مهمه قوي 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 وهتنقلها لي بقى خالص. نيجي بقى للخطوه الثالثه اللي هتحارب معايا زفاره الكبد والقوانص، وهي ايه؟ انا بعمل لها طشه. عباره عن ايه بقى الطشه؟ شويه زيت صغنطتين كده يا دوب يعني يشوحوا لي التوم. عندي هنا توم وعندي فلفل احمر حلو، عايزين تحطوا فلفل احمر سبايسي اوكي، انزلوا لي بقى بالتوم والفلفل ده تشويحه حلوه كده عشان نعمل اطعم طش. اول ما تبدا بقى تلون كده، انزل بنص معلقه كزبره ناشفه وخلاص على كده تقليبه. اخر خطوه بقى معايا في محاربه زفاره الكبد والقوانص هي الخطوه دي، وخلاص انا غلبتكم معايا. اسمع حد تاني بيقول القوانص والكبد لسه زفره، هنط لكم من شاشه الموبايل. ورقه فويل وحته فحم، اظن انا كده عداني العيب. خلاص هناخد بقى من الزيت اللي على وش الكبد والقوانص وانزل على الفحم. عظمه عظمه، هغير لكم فكركم عن الكبد والقوانص. يلا بقى نعمل الساندوتشات، لكي بقى مطلق الحريه تقدميها زي ما تحبي، مع شويه رز بشعريه وتاخدي من الصوص ده وتحطي على الرز بشعريه، هايله. تعملي ساندوتشات زي النهارده تحفه، جنبها بطاطس محمره، جنبها سلطه، قدميها زي ما تحبي. بصوا بقى ريحتها روعه. رهان رهان، انا هراهنكم وهسمع الكومنتس بتاعتكم في التعليقات. لو حد بعد ما جرب الاربع خمس خطوات دول جه قال لي الكبد والقوانص زفره، برهان. بصوا بقى هعمل ايه، العيش بقلبه كده لجوه، لان طبعا هي صوصي شويه عشان العيش ما يبش معاكم. خلاص ناخد بقى كده شويه حلوين بقى كده، واملوا الساندوتش ورشه بقدونس وادوها بقى. عظمه عظمه، لو حد عندكم ما بيحبهاش اعملوها له، ما تقولولوش ان دي كبد وقوانص، وادوا له الساندوتش كده شوفوا هيقول لكم ايه. رشه بقدونس حلوه بقى،
ايه رايكم؟ اللي ما بيحبش الكبد والقوانص ياخدني على قد عقلي المره دي ويجربها بالطرق اللي انا قلتها. يعني انا بصوا فاقد الشيء بيعطيه وبيعطيه بشده كمان، بيفضل ورا الحاجه لحد ما تبقى بيرفكت. جربوا الوصفه دي، اللي تعجبه يجبر بخاطري ويقول لي في الكومنتس، واللي ما تعجبوش برضه يقول لي في الكومنتس ان هي ما عجبتوش. بالف هنا وشفا على قلوبكم، ودايما تاكلوا كل حاجه بالهنا والصحه. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.